السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة مدونة الإلكتروميكانيك. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله على قناة مدونة الإلكتروميكانيك وعلى أيضا مدونة الإلكتروميكانيك الإلكترونية. في هذا الدرس إن شاء الله سنحاول يعني مناقشة دائرة كهربائية بعد أن طلب مني أحد المتابعين. هذه الدائرة بالطبع كما هو مكتوب هنا فهي ستمكننا من تشغيل عداد يعني محرك أو مضخة، كما طلب مني أنه يريد تشغيل مضخة كهربائية من عدادين، يعني كل عداد يشتغل مدة زمنية. هذا يعني هذا الذي يعني سنتعرف عليه في هذه الدائرة. كما تلاحظون هذه دائرة الخضرة. في العداد الأول ستشاهدون يعني هنا لدينا انديجونكتور وفولس سيكونس وكونتاكتور، وكذلك بالنسبة للعداد الآخر لدينا انديجونكتور ثم الريليت فاز فولس سيكونس ثم انديجونكتور بين يعني بين ثم كونتاكتور. بين الكونتاكتور لدينا حماية ميكانيكية لتفادي تشغيل العدادين يعني في نفس الوقت. ومخرج الكونتاكتورين لدينا يعني ان اوفرلود ثم مباشرة الى المحرك. هذا بالنسبة لدائرة القدرة. بالنسبة لدائرة التحكم، هذه دائرة التحكم هي أيضا بسيطة جدا. لدينا الجونكتور بالنسبة لحماية دائرة التحكم الآن ثم لنت. في الأول لدينا مفتاح 95 96 خاص بالرولي تيرميك، ثم مفتاح يعني التشغيل مارش. يمكن أن يعني كل واحد يعني وحسب كيف يشغل يعني المحرك والمضخة، ممكن يعني ان سيليكتور ثم أو مفتاح هائم إذا كانت مضخة يعني إلى غير ذلك. ولدينا هنا مفتاحين بالنسبة لفاس سيكونس، فاس سيكونس 1 وفاس سيكونس 2. ثم لدينا الأورلوج، هذا المؤقت الزمني، هذا هو المهم في هذه الدارة. هذا الأورلوج يعني سنتعرف عليه هنا. هذا الأورلوج هو أصلا يستعمل في التحكم بالنسبة للإنارة. بالنسبة للإنارة يتم ضبط الوقت، لديه ساعة هنا يتم ضبط الوقت كساعة اليد مثلا. ثم لدينا قطع بلاستيكية هنا يتم إدخال القطع، يعني كل قطعة يعني تمثل نصف ساعة. يتم إدخال القطع يعني للداخل أو دفعها للخارج. نحن لا نحتاج يعني لضبط الساعة، فقط يمكن إدخال النصف وترك النصف الآخر. هو يعني في 48 قطعة، كل قطعة نصف ساعة. يمكن إدخال يعني 24 قطعة وترك 24 الأخرى. هو يتكون من ملف كونتاكتور مثلا A1 و B، يتم ربط الكهرباء هنا 220 فولت. ولدينا مفتاحين ويعني جوج مفتاح مشترك بينهما. هذا كما هو يعني مرسوم في الدائرة كما تلاحظون. هذا محرك ملف الأورلوج وهذا المفتاح الذي يتحكم فيه. بالنسبة لتتمة الدائرة كما تلاحظون، إن كانت يعني تشتغل على يعني مفتاح على هذه الحالة كما تلاحظون، سيتم ربط هذا الملف يعني هذا الكونتاكتور أو يعني الرولي يعني المؤقت أو كونتاكتور يعني أفريكافيك يعني بلوك تمبوريزي. المهم سيتم ربطه بالكهرباء بعد يعني إغلاق هذه المفاتيح، يعني مفتاح المارش ثم مفتاحين فاز سيكونس. بعد ربط هذا الملف بكهرباء بعد مرور الوقت يعني جوج ثواني أو ثلاث ثواني يتم إغلاق هذا المفتاح. وبالطبع هذا يعني هذا المفتاح هو مفتاح يعني الحماية بين الكونتاكتورين بالنسبة لدائرة القدرة. وتلاحظون كأم 3 وكأم 2 هما المتواجدون هنا، كأم 2 وكأم 3 بالنسبة يعني حماية كهربائية. يعني بعد مرور الوقت من الزمن يتم إغلاق هذا المفتاح، ومرورا بهذا المفتاح يتم ربط كائم A بالكهرباء، يعني سيشتغل كائم A في الأول، يعني العداد مثلا الأول. وبعد مرور يعني مثلا 12 ساعة
سيتم إغلاق المفتاح الآخر. بعد إغلاق هذا المفتاح الآخر لن تشتغل الكونتاكتور مباشرة. لماذا؟ لأن وضعت يعني هذا الكونتاكتور أيضا سيتم يعني ضبطه مثلا على ثانيتين أو ثلاث. بعد مرور هذا الزمن سيتم إغلاق هذا الكونتاكت، وبالطبع يجب أن يكون هذا المفتاح الآخر مغلق، سيكون بالطبع يعني سيكون مغلق بعد يعني الرجوع هذا الكونتاكتور لحالته الرئيسية. ثم بعد غلق هذا الكونتاكت سيتم ربط هذا الكونتاكتور بالكهرباء كإمدو، يعني وسيشتغل يعني الكونتاكتور الآخر يعني مع المحرك. يعني هذه إدارة بسيطة جدا ستمكنك يعني من تشغيل مضخة من عدادين مختلفين، كل واحد يعني يشتغل مدة زمنية. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، وفي حلقة جديدة ودرس جديد إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، والضغط على لايك إن أعجبكم هذا الفيديو، وزيارتنا على موقعنا الإلكتروني www.electrobrahim.com. وإلى حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.